ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظهم من أي مكروه يصبهم ومن كل شر وضرر. اللهم احفظهم من الأسقام والأمراض. اللهم أجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم من صالح عبادك وحفظة كتابك. اللهم اغنهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم ارزقهم صحبة الأخيار. اللهم جنبهم الأشرار، إنك أنت العزيز القهار. اللهم ابعد عنهم أمراض القلوب والأبدان، وبلغني فيهم غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان. ربنا أعزنا وأولادنا بالإسلام، وأعز بنا الإسلام. اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام. اللهم ارفع بنا راية القرآن. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل، اللهم تقبل.